مرحبا. على الرغم من استعداد اللبنانيين لمواجهة العاصفة زينة اللي زينت جبالنا باللون الأبيض، لكن خلفت أضرار كبيرة بكافة المناطق. مثلاً بالبترون انقطعت شبكات الاتصالات والكهرباء عن المنطقة وتقطعت الأسلاك من قوة الرياح ووقفت الخطوط. أما بجبال فضربت أمواج البحر لوصل ارتفاع لأكثر من 5 أمتار المطاعم القريبة والمتحف الأثري، وتوقفت الملاحة البحرية بمنطقة صور وتكسرت مراكب الصيادين على الشط. وببيروت ارتفعت الأمواج ووصلت مياه البحر إلى الطرقات المحاذية للشواطئ، وأدت قوة الرياح إلى تكسير اللوحات الإعلانية بعدة مناطق واقتلاع الأشجار. وطارت الخيم الزراعية بفعل الرياح القوية لتعدت 110 كيلومتر، وتسبب تراكم الثلوج لقطع الطرقات بالمناطق الجبلية. وحذرت قوى الأمن الداخلي من سوء الرؤية وكثافة الثلوج على الطرقات الجبلية، ومن المتوقع أنه تنحسر العاصفة اليوم، فانتبهوا على حالكم بالسواقة وتدفوا منيح. بالعودة لطقسنا، طقس شتوي متقلب مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة على انخفاض أما رطوبة فعالية ورياح قوية، البحر هائج وحرارة 119 درجة. اليوم طقسنا بلبنان رح يكون غائم جزئيا مع أمطار متفرقة ورياح ناشطة ودرجات حرارة متدنية بتأدي لموجات من الصقيع وتساقط ثلوج على ارتفاع 400 متر خصوصا بالمناطق الشمالية، مع حدوث انفراجات واسعة وتحذير من تكون الجليد على المرتفعات خصوصا بساعات الفجر والليل. معدل تساقط الأمطار ببيروت من أيلول حتى اليوم 487 ملم، السنة الماضية 210 ملم، والمعدل العام 367 ملم. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 6 على المرتفعات، درجتين بالبقعة 8 تحت الصفر والأرز 11 تحت الصفر. وننتقل إلى جولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية. إذن البترون 8، ننتقل من بعدها إلى الرمل البيضاء 10، صور 10، وكفر رمان 3، بعبدات 6، والأرز 6 تحت الصفر. أما الرطوبة فبتتراوح بين 65 و85%، حرارة سطح الماء عم بتكون 19 درجة، وسرعة الرياح بين 50 و65 كيلومتر بالساعة، ورياح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ لليلة 4 درجات أدناها وأقصاها 10، نهار الجمعة بتتراوح بين 2 و8، ونهار السبت بين 6 و11 درجة. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ مشوارنا إذن من عمان 5، دمشق 6، والكويت 18، ننتقل من بعدها إلى الجزائر 17. وهيدا كان كل شيء. باي.